مساك الله بخير استاذ علي. مساك الله بالنور. يا هلا والله اخوي عبد الله، شخبارك؟ شخبارك؟ الله بالخير. يا هلا والله. اليوم ترى عندنا مواضيع كثيره واسئله كثيره فيما يخص الجانب النفسي والاجتماعي. بلش معاك؟ بلش من بعد هذا الفاصل ان شاء الله. الاستاذ علي عبد الحسين السلطان هو معالج نفسي تربوي حاصل على بكالوريوس في علم النفس التربوي من جامعة الكويت، وحاصل أيضاً على ماجستير إشراف تربوي وماجستير صحة نفسية للأطفال والمراهقين، وحالياً رئيس قسم علم النفس والفلسفة بوزارة التربية. كما لديه خبرة في مجال الاستشارات النفسية التربوية منذ 12 عام، ومقدم لعدة برامج تثقيفية في المناطق التعليمية بدولة الكويت في المحافظات المختلفة لوزارة التربية، وشهادات معتمدة بما يخص سلوك الأطفال والمراهقين وكيفية تحفيزهم وتقوية شخصيتهم، وأيضاً مدرب معتمد لمجموعة غراس لحماية الشباب من المخدرات وتثقيف الأفراد. كما لديه برنامج تدريب لإعداد مدرب وأعداد مرشد نفسي وأخصائي نفسي لتعديل السلوك. حياك الله استاذ علي. الله يحييك. مساء عليك بالخير. عبد الله مساء النور، وسعيدين جدا بالتواجد معكم في هذا البرنامج. ان شاء الله نقدر نقدم المعلومات اللي تفيد الاسر وتفيد الرياضيين في هذا المجال. ان شاء الله يا رب. ويدري اخوي مشعل احنا في هذا البرنامج برنامج كافح، ونحاول كثر ما نقدر ان نكافح هذه الافه، افه المنشطات، لان اثارها مو بس على الرياضيين وغير الرياضيين. صحيح. كذلك سواء كانت نفسيه او اجتماعيه. كونك مختص بنبلش عاد وياك الحين بالمواضيع النفسيه. بدايه نفسيا الواحد ليش يروح للمنشطات؟ يعني شوف، فيها نظريات كثيره وفيها تفسيرات كثيره فيما يخص الجانب النفسي. يعني احد النظريات تتكلم بان هناك رغبه داخليه. حلو. وهذه الرغبه الداخليه احيانا تعطي صوره للتجربه، ان انا بجرب بشوف شنو يصير، هل فعلا اللي قاعد يصير انه يختصر علي المنشط هذا، يختصر علي الوقت والجهد، او ان هذا المنشط راح يحاول يخليني بافضل صوره مثل ما احنا نشوفها. كل ما احنا نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، ان الوسائل التواصل الاجتماعي تعطي الصوره البرفكشنز او المثاليه دائما. صح. والصوره المثاليه هذه قد تكون عن طريق شكل او عن طريق ملبس او عن طريق ماكل، وبالتالي الجسم الانسان هو احد الرغبات اللي دائما يسعى اليها الاشخاص. بما ان احنا نعيش في عصر الجنك فود والعصر التغذية والأمور هذه، فمن الطبيعي أن في بعض الأشخاص أنهم يحاولون أنهم يوصلون إلى مرحلة بينهم أهم يكونون مثل ما هم جيدين بدنيا وجيدين صحيا، يحاولون أنهم يكونون أفضل من ناحية بدنية. فأحد النظريات تتكلم عن الرغبة الداخلية. النظرة الثانية والنظريات الثانية تكلم فيها بندورة، واحد عالم نفسي اسمه بندورة. بندورة كان يتكلم عن التأثير الجانب الاجتماعي، ان البيئة المحيطة حوالين هذا الانسان هي من تدفع الانسان بانه هو ياخذ المنشط هذا، بناء على احيانا تهديد، احيانا اغراء يغري هذا الشخص من خلال الشكل ومن خلال كثير من الامور التجميلية. يعني يتأثر باللي حوله. طبعا، وهذه هو تأثير البيئة الاجتماعية، بأن شلون البيئة الاجتماعية أحيانا تؤثر عليها. النظرية الثالثة تتكلم عن الجانب الوراثي، وأن الجانب الوراثي يلعب دور في أن هذا الشخص أحيانا عنده، ما نقول يعني مشكلة، ولكن عنده استعداد. عنده استعداد. هذا الاستعداد لا قابلية، لا قابلية يسمونه لا قابلية. فالاستعداد هذا يعطي أنه هو يحاول أن يأخذ، بما أنه قاعد يشوف الصور، خال، عم، الأب، كلهم قاعد يأخذون بنفس الطريقة وبنفس الكم، فهو يتشجع ويأخذ هذا الشيء. فلذلك الجانب النفسي يؤثر بشكل كبير على الأشخاص، وهل الأشخاص ممكن يأثرون بناء على المدارس النظرية اللي هم يتكلمون فيها، لكن التجربة الحقيقية تأتي من خلال الواقع، بأنه هو
هل قاعد ياخذ هالشيء مع مختص، هل قاعد ياخذ مع طبيب، هل قاعد يتابع ولا لا. خصوصا يمكن راح نذكر في بعض الدراسات اللي حتى في الكويت في 2016 و17 صارت فيما يخص موضوع المنشطات ونتكلم عليها، بأن هذه الدراسات تعطي مؤشر بأن الأشخاص فعلا عندهم رغبة داخلية للتجربة في المقام الأول. نعم، يعني الصراحة هذا جانب مهم ذكره الأستاذ علي، اللي هو يمكن جانب السوشيال ميديا اليوم. صح. اليوم قاعد يتأثرون فيه الشباب والكبار. صحيح. اليوم حتى الكبار يعني بمجالات ثانية ممكن يتأثرون بالسوشيال ميديا، فهذه نقطة مهمة. يعني وإحنا بالوكالة، الوكالة الكويتية، قاعد نحاول كثر ما نقدر أن نوعي عن طريق أيضا السوشيال ميديا. لكن دكتور، أو يعني أنا حاب أسأل العامل هذا، يعني أنت الكلام اللي قلته كأن العامل النفسي لا نسبة كبيرة، أنا حسيت. صحيح. نسبة كبيرة، يمكن من هو صغير لكبير اللي يشوفه راح يأثر عليه إنه يروح حق المنشطات. فهل هذا يعني مار عليكم، جايينكم ناس يقولك أنا خذيت لأني شفت؟ صحيح. لأني أبي فلان خذ، مثل ما قلت أبوي خذ. صح. يعني صح صحيح. شوف، أتفق مع أخوي مشعل. خل أرجع معك إلى قاعدة نفسية مهمة جدا. 90% من إنجاز الرياضي، أي رياضي، الجانب النفسي والجانب الذهني، و10% هي الجانب الفني. زين، ليش 90%؟ حتى في بعض الدراسات يقول 90 وايد، يعني شلون انت تحط 90؟ لان انت اعداد وتجهيز اللاعب قبل واثناء وبعد يحتاج لك وايد اشواط. نفسياتنا مختلفه، نظرتنا مختلفه. احنا الحين موجودين في ملعب، في بعض الناس ما يخافون من الملعب، وحتى يمكن في بعض الرياضيين في العاب مختلفه اللاعبين ممتازين في التدريبات ولكن سيئين في المباراة. عندهم هذه الفكرة. هي ليش ترجع إلى نفسيات الأشخاص وكيف هو يشوف نفسه وكيف هو يشوف يعني نظرته من هالموضوع. لذلك الجانب النفسي يلعب دور وايد مهم في هذا الإطار. خلنا ناخذ مثال في هالموضوع هذا. بما أن الجانب النفسي يؤثر 90% على النسبة على فكر الرياضي، فإذا هذا الرياضي يبي يسبق الأحداث بشكل سريع علشان ياخذ هذا المنشط، لأن فكرة المنشط تعتمد على جانبين: تقوية العضلات لكي يمارس التمرين بشكل جيد. صح. كفاءة الأداء الرياضي. هو هذه الفكرتين أكثر شيء يعني يحاول المتسابق أو الرياضي يلحق عليهم بشكل سريع. يمكن سمعنا في آخر أولمبياد كانت موجودة في فرنسا أنه كان في متسابق قطع إيده أو قطع جزء من إيده علشان يشارك في الأولمبياد. يعني في يعني تخيل هذا الشخص يعني ضحى في جزء من جسمه علشان يشارك، فما بالك أن مثلا في لعبة أولمبياد خلال 4 سنوات يخلد اسمك بالتاريخ، راح تكون يعني شخص معروف جدا. فليش ما يحاول يختصر هذا الطريق عن طريق هذه المنشطات اللي احنا نتكلم عليها؟ انواعها كثيرة وتأثيراتها كثيرة، وراح نتطرق الى تأثيراتها النفسية. حلو، انا جايك على هذا الموضوع، تأثيراتها على الصحة النفسية، على الصحة العقلية، على السلوك كذلك. صحيح. هي ممكن تفيدك ككفاءة، لان انت قتلت روح المنافسة اصلا، انت تفوقت يمكن على اللي حواليك، منافسة غير شريفة بهذه، فممكن أنت تتفوق في جانب، لكن في الجانب الآخر، في الجانب النفسي. صحيح. سواء داخل الملعب ترى أو خارج الملعب. نعم. شوف، ما حد يقدر يشك بأن المنشطات هذه تؤثر من ناحية جسدية وطبية. يعني إحنا ندخل من موضوع حكة جسم وحب الشباب إلى موضوع تليف الكبد وسرطان الكبد. جميل، احنا مستمرين في الحوار معاك، بنشوف هذا تغرير يمكن من الفعاليات اللي يقيمونها دائما كادة، وتحرص دائما بأن هذه التوعية مو في مكان معين، في جميع الأماكن، ليس فقط للرياضيين، رياضيين وغير الرياضيين. شوف مع بعض. تقوم المنشطات على أسس بيولوجية ونفسية، بحيث تؤثر على مزاج الشخص مما قد يؤثر على صحته النفسية والجسدية. وهناك أسباب عديدة لاستخدام المنشطات، حيث إنها ليست فردية، بل يوجد إسهام للأسرة والأصدقاء والبيئة والثقافة في عملية تناول المنشطات وكيفية تأثيرها بكل فرد من المجتمع.
ولمواجهة مشكلة المنشطات عند الشباب لا تكون بمجرد العقاب أو العلاج، وإنما لابد من الوقاية، فهي خير من العلاج وخير السبل للوقاية هي التربية السليمة. فتنشئة الشباب على أسس تربوية سليمة يعتبر عاملاً جوهرياً في التصدي لهذه المشكلة منذ البداية. بعد ما شفنا هذا التقرير ما شاء الله يعطيكم العافية على الجهود اللي قاعد تبذلونها لتوعية المجتمع، وحلو إن ملاعب قدم، ممشى، بادل قاعد تنوعون. طبعاً هو هذا يعني دور الوكالة وأخص يعني إدارة التوعية والتثقيف، طبعاً حريصين إن يكونوا موجودين سواء في الجانب التنافسي الرياضي التنافسي أو المجتمعي. طبعاً في مثل ملاعب البادل، ملاعب كرة القدم، أي تجمع سواء رياضي أو يكون مرات عائلي بالحدائق، إن يكونوا موجودين يوعون يعني رواد المكان بأضرار المنشطات. صح. شنو المنشطات؟ شنو ممكن تسوي لك المنشطات؟ فهذا دور يقومون فيه بشكل دائم. طبعاً في بعض الأحيان نستعين بعض الأشخاص اللي لهم اهتمام، سواء أخصائي التغذية، اللاعبين السابقين اللي مهتمين في هذا الموضوع لتوعية الناس ومساعدتهم يعني أن يكافحون هذه الآفة. ذكرت خوش نقطة اجتماعياً أستاذ علي، اجتماعياً واقتصادياً لهم دور في انتشار يعني أخذ المنشطات؟ شوف أنا أعتقد هو لها تأثير، يعني كل الجوانب اللاعب أو المتسابق اللي يحاول أو عنده فكرة أو رغبة أنه هو يأخذ هالشيء هذا أكيد راح يأثر. بيب لك دراسة سووها في سنة 2016. حلو. دراسة كانت حق مركز من المراكز الكويتية خاصة في الاستشارات النفسية بالتعاون مع مركز الكويت التقدم العلمي. طبقوا استبانة أو قابلوا 200 شخص يروحون النوادي الصحية الجيم. حلو. ما بين الذكور والإناث. من هالميتين دخلوا 6 أندية رياضية، 3 بنات، 3 نوادي البنات وثلاث نوادي الشباب. كانت ملخص الدراسة أن 35% من هالميتين هم اعترفوا أن إحنا خذينا منشطات قبل ما ندخل الجيم. حلو. أوكي. زين. ليش هو يعني الأشخاص اللي جربوا هم ليش كانوا حتى في الدراسة كانت غالبا الأعمار كانت ما بين 20 إلى 30 سنة. فإذا مرحلة الشباب مرحلة وايد مهمة. حلو. لأن أصلا هو مرحلة ما نسميها البحث عن الهوية، هو الولد يدور هويته وين. هويته ثقافية، سياسية، رياضية، شنو هالهوية هذه؟ حلو. نشوف إن في بعض الأعمار تكون أحياناً صغيرة ويحاول يجرب هالشيء هذا. طبعاً بالإضافة إلى تشجيع المدرب والصور والميديا وهالأمور قاعدة تعطي، فيعطي بالنسبة هذا الولد ثقة بالنفس عنده. فخمسة وثلاثين بالمئة جربوا المنشط سواء كان هو ليجل وأن ليجل قانوني وغير قانوني فيه، لكن حاولوا إنهم يجربون وأخذوا هالشيء هذا. طبعاً باختلاف الأنماط والأنواع اللي فيها، في بعض المنشطات تؤثر بشكل أكبر على النساء على الحريم. مثلاً هرمون التستوستيرين اللي دائماً يأثر بشكل أو يسمونه هرمون الذكورة، هو يأثر بشكل كبير على خشونة الصوت، بناء العضلات بشكل مبالغ فيه. هذا رقم اثنين، ان يبرز العضلات. رقم ثلاثة، يبرز العضلات بشكل وايد اوضح. علشان كذا نشوف ان في بعض الاندية النسائية الموجودة نشوف هذه الاشياء نشوفها بشكل عيني بشكل واضح يعني. فلذلك هي لان الثقافة قاعد تمشي من خلال السوشيال ميديا او من خلال احيانا المدربين، احيانا فكرة التجربة، كل الأمور هذه تمشي. حلو. الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي يأثرون بشكل يعني مباشر. الجانب الاجتماعي البيئة المحيطة. المحيطة. البيئة والإغراءات اللي ممكن تعطي يعني من هالبيئة هذه، جمال الشكل وجمال البدن والهيبة، كل هالأشياء هذه ممكن تعطي. الجانب الاقتصادي أكيد تأثر، لأن الشركات اللي تصنع هذه المنشطات أكيد هي شركات تستفيد. صح. من فترة إلى فترة فيها، ولذلك يتم تغيير أسماء المنشطات بين فترة وفترة، مع أن في بعض المسميات هي
يعني تكون ثابتة يعني ثابت تكون فيها. ولكن يعني نتكلم عن منشطات المختصة في تعطيك الطاقة في الكرياتين وغيره وغيره وغيره. ولكن يعني في دراسات عليها في بعض الأمور وفي دراسات ما عليها. لذلك دائما نوجه هذه الرسالة إلى اللاعبين واللاعبات بأن لابد أن تأخذ هذه المنشطات في حدود الاستشارة الطبية. الاستشارة الطبية هو الطبيب قادر على أن يعني يقرأ الكمية المناسبة والحجم المناسب بالنسبة لجسمك، لأن جسمي عن جسمك يختلف وجسمك عن جسم شخص آخر. مو أي شيء أنت خذيته ومشى وياك يعني لازم أنا أخذه صحيح. بنفس الكمية وراح يمشي وياي. لذلك أنتم مش تحرصون دائما بأن النشرة طبعا هو بالنسبة دورية. حق ايضا احنا كنا نوضح الفرق بين المنشطات والمكملات الغذائيه اللي يحتاجها مثلا الشخص لما يكون عن طريق الطبيب او شيء يقول له والله اخذ مكمل غذائي، زائد ان في قائمه للمحظورات مثل ما ذكرنا سابقا اللي هي عن طريق المنظمه العالميه صح. مكافحه المنشطات، هذه القائمه موجوده ان هذول غير مسموح انك تاخذ، اضافه الى اللي قال الاستاذ علي اللي هو الجانب النفسي في اشياء ممكن تضرك على المدى البعيد سواء نفسيا سواء حتى يعني جسديا او صح. طبيا يعني. فهذه الامور اعتقد ان الجميع يقول انه يبتعد عنها سواء الاخصائيين الغذائيين او الدكاتره او احنا بكات منشطات طبعا اكيد خاصه من القائمه موجوده صحيح. اكيد اكيد. يمكن التاثير النفسي ينقسم قسمين، خلينا نقول مدى قصير ومدى طويل. شوف في بعض الأمور تبين على مدى قصير وفي بعض الأمور يعني تظهر على مدى بعيد. يعني إحنا لما نتكلم عن مدى بعيد نتكلم عن 6 شهور وفوق. حلو. مدى قصير أنت في حدود الأسبوعين 10 أيام إلى تقريبا شهرين. هذا المدى القصير اللي يكون فيه. أكثر شيء يضرب، أكثر شيء المنشط إذا اعتاد وتحولت المنشط إلى إدمان. إدمان إيه. وتحول إلى إدمان. حلو. أكثر شيء يضرب الحالة المزاجية. أول شيء المزاج. أول شيء المزاج. لأن الشخص اللي يتعاطى ممكن يكون في حالة جدا مزاجية عالية. عالية. ولكن مع عدم حصوله على إنجاز، عدم حصوله على مركز، قلت المادة الكيميائية الموجودة في الجسم، يبدأ ينخفض المزاج مرة ثانية. لذلك من الأمور اللي نشوفها غالبا عند المتعاطين تساقط الشعر. دائما موجود. تساقط الشعر دائما موجود. رقم 2 مشكلة في النوم دائما موجود. الرغبة الجنسية تقل بشكل كبير جدا. حتى أن ممكن بعض الحالات تتحول إلى عقم. بعض الحالات الطبية تتحول إلى عقم بسبب الاعتياد في هذا الموضوع. ولذلك المدى القصير والمدى البعيد يعتمد على الأثر. الأثر. دائما متشنج، سلوك عدواني. ما تحاجة لا صعب والله ما تحاجة فعلا يكون صعب يعني فعلا يعني تحس لما يدخل الملعب يدخل تنشن يعني يخافون منه يعني الأشخاص. وأنا شفت يعني الأمانة شفت يعني عدواني بالملعب وهذا كله رغبة أنه يفوز، يبي دائما يفوز، يبي دائما يطلع الطاقة اللي فيه. نعم طاقته أقل يعني إمكانياته أقل من طاقته، طاقته وايد عالية بس إمكانياته أقل. لذلك ممكن تصير مشكلة يعني في هذا الموضوع أنه ممكن يؤذي أشخاص أمامهم وبالتالي يعيش بهالطريقة. فالمدى القصير والمدى البعيد المتفق في الإجمالي أنهم هما يأثر بشكل كبير إذا تم الاعتياد عليه، ولكن في بعض الحالات يتم على شكل يعني أقسام معينة. وما هو المنشط فقط خاص بالرياضيين، إحنا عندنا منشطات خاصة حتى في الحالات التعليمية مثل الحالات الـ ADHD والفرط الحركة، يأخذون عليهم منشطات فيها ويأخذون عليهم لكن بكميات مناسبة وبطرق مناسبة وتحت إشراف طبي. تحت إشراف طبي بالضبط. كامل. وبالتالي هي غير مو مختصرة فقط على الرياضيين، حتى مختصرة على الأشخاص الآخرين اللي ممكن يستفيدون من هذه الأدوية ولكن تحت إشراف طبي. نعم. بما أنك ذكرت موضوع الإشراف الطبي، ويمكن دائما احنا نكرر في أكثر من حلقة موضوع التوعية المجتمعية، لازم حتى في البيت بالديوانيه، يمكن انا مو رياضي لكن بالديوانيه معي شباب رياضيين، لازم تكون عندي انا التوعيه الكافيه صحيح. المعلومات اللي اقدر اوصلها لهم في النهايه، احاول كثر ما اقدر ان ابعدهم في هذا الجانب. ابي اتطرق الى موضوع اولياء الامور، البيت، المدرسه،
الدواوين في العمل، الجانب الاجتماعي هذا راح نسولف فيه من بعد هالفاصل. عودة لكم مستمرين في برنامج كافح مع ضيفنا العزيز أستاذ علي سلطان. أستاذ علي، يمكن تكلمنا عن أمور النفسية الاقتصادية الاجتماعية، وأنا الحين في هذا المحور ودي أركز على الموضوع الاجتماعي. مثل ما قلنا في برنامجنا كافح، فنحاول كثر ما نقدر أن نكافح هذا الموضوع وهذه الآفة بالتحديد. ذكرت لك قبل الفاصل أنا قاعد بالدوانية، وأدري الحين وياي أنا شباب ياخذون هذه المنشطات، وعارف الحين اثارها، شلون ممكن اني اوعيهم بحيث انه يتقبلون هذا الكلام؟ احس شويه صعب. انت من تيجي له تفتح له الموضوع ممكن يكون هذا الموضوع حساس بالنسبه له. صح، اتفق معك. توعيه الناس غالبا في اي ظاهره او في اي حدث، يعني ما في جهه واحده ممكن ان هي توعي. يعني احنا نسميه مخطط باير سايكولوجي، يعني هو مثل مثلث. المثلث يبدي من المنزل، هذا رقم واحد. بيت ما في ثقافة غذائية راح تشوف سمنة. بيت في إهمال وعدم يعني تواصل مع الأشخاص راح تشوف فيه انخفاض مستوى دراسي. بيت فيها الأمور هذه المنشطات وما في توعية عليه راح تشوف أنه راح يصير فيه تجربة على هالموضوع. المنزل هو المكان الأول الأساسي اللي يكون فيه، لذلك أحد وسائل التثقيف مو بس نثقف الشباب، نثقف أولياء الأمور، هم الأشخاص المناسبين اللي دائماً نوصلهم. لأن مثل ما قاعد نشوف في الأندية الرياضية، وغالباً الأشخاص اللي قاعد يتم التعاطي يكونون ما بين 20 و30 سنة، فبالتالي إلى الآن الولد تحت سيطرة الأسرة. هذا في المقام الأول. المقام الثاني الأصدقاء. اختيار الصديق وايد مؤثر. الأشخاص اللي غالباً يعني يكونون أصدقاء من بيئة معينة وهم يمشون على نفس الطريقة. يعني شاب يحب السيارات والأمور هذه، راح تشوف ربع كلهم كذي. شاب يحب كرة القدم، ربع كلهم بهالطريقة. شاب عنده ربع كله بالجيم وعضلات وجتسكي وهالأشياء، وياهم. فإذا المجموعة تأثر. لذلك انتقاء الأصدقاء شيء وايد مهم، إنك أنت تختار هالشخص هذا. بذكر لك قصة. مرة أنا رحت أخصائي تغذية وقلت له أنا وزني زايد وأنا بنقص الوزن، شنو أقدر أسوي؟ فأبي برنامج غذائي يكون مناسب. قال لي راح أعطيك برنامج غذائي بس بأخذه وبسولف معك وبدردش معك. للأمانة هو هذا الأخصائي نفسي ما تكلم معاي عن الأشياء، أهمية الوزن وليش الوزن لازم يكون مثالي. قدام الطاولة كان حاط مثل مجسم. هذا المجسم كان مكتوب 1 كيلو. حلو. فأنا ثار فضولي، قلت له شنو هالمجسم؟ قال لي هذا المجسم كيلو دهن من جسم الإنسان. قلت له يعني هذا بس كيلو؟ قلت له أنا كم عندي يعني؟ كان يقول أنت وايد. وايد مجسمات. وايد مجسم. قلت له هذا كله بجسمي أنا. يعني شوف العين شلون تشوف. شوف العين احيانا شلون تشوف. يعني حتى مرات حتى في قضيه التدخين، لما بنقول حق الشباب ما نقول التدخين مضر، ونعم يدري هو مضر، يدري هو اصلا مكتوب على الباكيت. خل اشوف نتيجه، خل اشوف مثلا طريقه الاسنان، خل اشوف اللثه شلون تصير، نشوف الاصابع شلون قاعد تصير، نشوف النفس لما انت قاعد تمشي دور مدور الاشخاص. ففعلا الاشياء الملموسه هذه وايد تاثر على قناعه الاشخاص. فهذا رقم 2. رقم 3 الجانب الاعلام. الإعلام وايد يأثر، الإعلام يأثر مثل هذه البرامج، مثل دور اللجنة، وتعطي ثقافة بأن إحنا شلون لازم نتعامل مع هالأشخاص. يعني بعد جهد كبير اللاعب أو المتسابق يوصل إلى مرحلة المركز الأول، وبعد الفحص وهذا يشوف أنه ممكن يجرد من الميدالية، وكل هالأمور هذه تروح بالنسبة بالضبط. فيعيش أصلاً هني يدخل في حالات اكتئاب إحنا لما يقول، وحتى في حالات انتحار هني تصير بسبب هذا الشيء. فعلشان كذي المخططات هذه وايد مهمة، وكذلك الدولة ودورها وايد مهم في إنه
تفحص اللاعبين اللي تعتقد بأن نشاطهم غير طبيعي وحركتهم غير طبيعية، وإن كان هذا الشيء يمكن حتى في يعني في الكويت ما يقصرون اللجنة دائما في كل الألعاب نشوفها ويشوفون مستوى اللاعبين ويشوفون أداء اللاعبين، وهذا الشيء وايد يأثر يعني بشكل عام على أكيد. ودور الوكالة مو مقصرين يعني في الأنشطة والفعاليات اللي قاعد تقيمونها، ومثل ما قال يمكن أستاذ علي قاعد تورونهم، قاعد نحاول كثر ما نقدر طبعا أن يعني نخليهم يدشون على المواقع يشوفون الأضرار مع الأخصائيين نفسهم. يعني هو لما تجيب لأخصائي أو دكتور صح ويشرح له فهو هني راح يصير فيه ثقة أكبر، يعني يكون والله هذا دكتور قاعد يقول لي، هذا أخصائي تغذية، هذا ياب لي نماذج ناس وين كانوا وشنو صار فيهم. فهذا بالعكس مثل ما قال الأستاذ علي أنك توري النتيجة هو راح يفكر صق بريك. بس أنا والله لفت انتباهي شغلة عبد الله اللي خصوص قال دور ولي الأمر. ولي الأمر صح، دور ولي الأمر، بس ولي الأمر مرات يعني إحنا يمرون علينا والله يسألون شلون أعرف. فمن الجانب النفسي شلون يعرف أن ولده قاعد يأخذ يتناول منشطات، شنو فيه أعراض داخل البيت، يعني نعطيه مؤشرات عشان يقدر على قولتهم يصيده. صح صحيح. شوف احنا مثلا على مستوى مثلا المخدرات وعلى هالجانب هذا، يعني حتى الولاء والامور يسالون ان شلون نقدر نعرف ان ولدي يتعاطى ولا ما يتعاطى، او ولدي ياخذ هالمنشط هذا وما ياخذ. اعتقد في بعض الامور، يعني مثلا في من الامور ان الولد يصرف مبالغ، لان هذه المنشطات فيها غاليه. صح صح، فيصرف مبالغ، فدائما المبالغ الموجودة تكون. علشان كذي مراقبة الحالة المادية بالنسبة للولد جدا مهمة من أولياء الأمور. رقم اثنين، كولي أمر أنا لازم أتابع منه أصدقاء ولدي، فأشوف شنو مجالهم، شنو الأمور اللي يحبونها، ولازم يكون تحت إشرافي، لازم يكون تحت إشرافي، أعطيه الحرية ولكن تحت إشرافي. رقم ثلاثة، من الأشياء المهمة أن الصحبة هذه الموجودة شنو هي الاهتمامات اللي عندهم، ومن خلال الاهتمامات أنا أعرف شنو الأشياء اللي هم ممكن يسوونها. ففي بعض الشواهد أحيانا نشوفها أن الولد حتى في قاعدة البيت يسولف وايد عن المنشطات هذه. يتكلم تدرون أن هذا المنشط يسوي كذي كذي، تدرون أن الجروث كذا كذا كذا، ما يضر يعني يعطيك معلومات. لأن هذه مرحلة عمرية خصوصا الشبابي، مرحلة عمرية، مرحلة نسميها ادعاء المعرفة. أن هو يعرف كل شيء، يعرف كل شيء في الثقافة زين، ترى ما يضر ترى ما يضر هذه صح في الثقافة زين، ويعطيك رأي سياسي ويعطيك رأي رياضي ويعطيك رأي صح تغذية، يعني من خلال معلومات بسيطة. طبعا هذا كله يرجع إلى لفت الأنظار، هو يبي يلفت الأنظار أنه في هذا الجانب. لكن هذا دور والأمر الواعي أنه يأخذ المعلومات من مصادرها، أنه يعرف شنو المصادر اللي ممكن تكون منه، سواء كانت عربية أو كانت أجنبية، وممكن انه يوصل حق طريقه حوار مناسبه على اساس يعرف التهديد او تخويف الولد بهالطريقه ما راح يقدر نتيجة. يوصل الابو حق نتيجه، لابد ان تكون حوار وقناعه في الموضوع. هذا في جانب اذا الابو كان بيعرف اذا الولد ياخذ، اذا وهذه هم يمكن احنا نقول قله قليله، اذا الابو هو اللي يقول حق ولده لا اخذ عشان هذه مشكلة. انت تصير الاول وانت تصير اقوى واحد، هني هذه مشكلة. تعامل بمنه الحين، الابو ولا هني لازم ننصحهم الحين، لازم الاستاذ ينصحهم الحين اثنين. شوف احنا نسميها هذا هو التحفيز او التعزيز السلبي او التحفيز السلبي. التحفيز السلبي ان نيته طيبة ولكن هو يعني غير مدرك حق حجم الاخطار اللي هي نيته طيبة. هني احنا نتعامل مع الابو بشكل واضح، لان من هذه الامور عنده نسميها التشوهات المعرفيه. هو عنده فكره خاطئه، الفكره خاطئه بان الكم والنوع جدا مهمين في ان تاخذ اي منشط معين وتحت اشراف طبيب معين. فهني احنا بدل لا تكون المشكله مع الولد، تكون المشكله اكثر صعوبه اليوم مع ولي الامر. فهني راح تكون اكثر صعوبه. فهني اعتقد بعض الامور ما في رادع لها الا القانون. خلاص يعني اللجنة أو المكافحة هي اللي تقوم بهالدور هذا، بأن إذا انصاد اللاعب أو إذا مسك اللاعب أو إذا الفحص كان إيجابي
ممكن يتعاقب اللاعب وبالتالي ممكن يخسر كثير من الأمور اللي ممكن تكون عليه. أكيد الله يبعدهم إن شاء الله كل عيالنا عن هذه الآفة المنشطات، ويكون في هناك روح للمنافسة الرياضية الشريفة في كل الرياضات. شكرا لك أستاذ علي على وجودك اليوم معنا. شكرا لك عبد الله، ورجعنا للماضي الجميل وللشوتات اللي كانوا من نص الملعب. شكرا. ايام راحت. ايام راحت. شكرا لك. شكرا لك مشعل. مشكور انت. واكيد مستمرين معاكم في حلقات قادمه من برنامج كافح. نشوفكم على خير، في امان الله.